الآن من لندن بنزير جاتوي، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة. بنزير صباح الخير وشكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. طبعا ما سمعناه ورأيناه أمس من طالبان نرى بأنها تسعى للظهور بشكل بأنها أكثر اعتدالا، وأعلنت العفو للجميع، تعهدت بتشكيل حكومة إسلامية شاملة قد تشمل انكلوسيف، يعني قد تشمل الغير، ما بنعرف مين الغير. عضو في اللجنة الثقافية لحركة طالبان أيضا اقترح إمكانية إدراج المرأة في الإدارة المستقبلية وغير ذلك من الخطوات، مثل أنه يمكن للمرأة العمل والدراسة وستكون نشطة جدا في المجتمع لكن في إطار الإسلام. إلى أي درجة تتوقعين أن تكون تغيرت طالبان وما هي حظوظ المرأة في أفغانستان الآن؟ أعتقد أننا أمام وقت عصيب لأفغانستان والمنطقة في الوقت الحاضر، ليس فقط لأننا نتحدث من مفهوم مجرد حول شكل طالبان. نحن نعلم شكل طالبان وحقيقتها، فقبل 20 عاما عندما جاءت أمريكا والتحالف لما يسمى تحرير المرأة في أفغانستان، كان ذلك لتحرير النساء من طالبان الوحشية، وبالتالي يجب أن نكون قلقين من حكم طالبان. نعم أنت على حق، هم يتحدثون عن لغة الشمول وإشراك النساء في بعض الوظائف العامة، لكن ننتظر لنرى شكل الأفعال الحقيقية على الأرض. وفي الوقت الحاضر لا يجب أن نأخذ كلماتهم على محمل الجد، لأنهم في الماضي كانوا يتصرفون بطريقة مختلفة. أمر آخر يجب أن ندركه هو أنه على الرغم من أن القيادة العليا لطالبان تتحدث اللغة يريد الجميع سماع، لأنهم يبحثون عن المساعدات الدولية ويشعرون بالخوف الموجود في صفوف الشعب الأفغاني، لكن ما يجب أن نتذكره هو أن الجنود في الميدان ليسوا دائما من يصغي أو يهتم بالإعلام، وربما هم ليسوا مستعدين لقبول الوجه الجديد لطالبان. إذا ننتظر لنرى مدى انضباط الحركة. لا أعتقد أننا نستطيع أن نسميها نظاما حتى الآن، لكن يجب أن نراقب سلوكها ومدى التزام الجنود الميدانيين بما تمليه عليهم القيادة العليا لطالبان. نقطة مهمة بالفعل، لكن يعني بعد 20 سنة لابد أنه يعني الجيل اللي موجود الآن في كثير منهم ما بيعرفوا كيف كان عهد الطالبان سابقا أو ما بيتذكروا. عم نشوف مظاهرات من قبل سيدات ولو أنها قليلة العدد، عم نشوف بنات راحوا على المدارس يوم أمس، مشيوا بالشارع لحالهم ليوصلوا على المدارس. عم نشوف نوع من الديفاينس أو نوع من الجرأة لا شك والشجاعة. برأيك هل ممكن هذه أنه يدخل عنصر جديد وهو عنصر شجاعة المرأة وتمردها، إذا كان ممكن نقول، لمواجهة طالبان وبالتالي قد يتم أن يغيروا طريقتهم ولو بشكل قليل؟ يعني هناك أمران في هذه الحالة. أولا، المرأة الأفغانية كانت دائما شجاعة وهي اضطرت إلى مواجهة أمور لم يكن يجب لأي امرأة أن تواجهها، وكانت هناك مدارس سرية في عهد طالبان قبل 20 عاما، وكان هناك تمرد في مواجهة الظروف الصعبة التي سادت قبل 20 عاما، والمرأة أظهرت لنا أنها لطالما كانت تتحلى بالشجاعة. في الوقت الحاضر هناك بعض المشاهد المحدودة لخروج النساء في حالة تمرد ومواجهة لطالبان، وهناك حديث من طالبان عن خروج المرأة إلى الحيز العام، لكن هناك قصص واردة على شبكات التواصل الاجتماعي حول نساء أخرجن من بيوتهن، وقصص عن حالات زواج إجبارية. لكن يبدو أن هناك الضوء يسلط على كابول، بينما هناك عتمة تحيط بما تبقى من أفغانستان، ولا بد من تتبع كل أفغانستان
ولا نريد من العالم أن يتخلى عن أفغانستان وأن لا يتخلى عن النساء والفتيات والأقليات في أفغانستان، لأنه في الوقت الحاضر طالبان تتكلم، لكننا نريد أن نرى الأفعال وليس فقط الأقوال. النقطة الأخرى التي أريد تسليط الضوء عليها، رغم أن طالبان حالياً وفي الوقت الحاضر قد سمحت مثلا للأمم المتحدة واليونيسف بالعمل في أفغانستان، وهم قالوا أنهم يريدون تكوين تحالفات إقليمية مع الصين ولديهم علاقات جيدة مع باكستان، لكنهم دائما يشددون على السماح للنساء والفتيات بالدخول إلى بعض الوظائف فقط وبموجب قوانين الشريعة الإسلامية. والتأكيد على عنصر الشريعة الإسلامية هذا أمر يمكن أن يكون ذاتيا ويمكن أن يكون تفسيرا متشددا للدين، لذلك يجب أن نضمن الاستمرار في المراقبة وأن نرى كيف سيكون هذا التأويل والتفسير في الأيام والأسابيع المقبلة. بنزير جاتوي، شكرا جزيلا لحضورك معنا صباح اليوم.